هيدي المبادرة اللي اسمها The Medical Campaign هي بتهدف على أنه تعطي دروس أونلاين أو أوفلاين للولاد الصغار عن طب لتعلمهم أكثر وتعطيهم تسقيف أكثر وكولتور أكثر وكل هالقصص. وهيدي المبادرة رح نكون نحن مهتمين فيها كطلاب طب، وبذات الوقت هي بتكون عم بتساعدنا ونحن عم نساعد غيرنا بذات الوقت. بتساعدنا من أي ناحية؟ بتساعدنا من ناحية إنه نحن كمان عم نقدر نطلع شوي إذا بدك أرجان دو بورس تنقدر كمان نساعد بالتويشن فيز تبعنا بالجامعة. بعد ما صار عنا 100 تلميذ بأول شهر، جن جمعنا، حكيت مع عالم، مع تلميذ توب كمان بغير جامعات، هنيك رفقاتي، حكيت لهم قلت لهم انه عندي 1 2 3 وهيك صار معي، كلنا تحمسنا، عملنا جروب صغير، ومن هذا الجروب الصغير انطلقنا وصرنا نعطي كلاسز، صرنا نعطي الصفوف للتلميذ 26 بلد، بلشنا ب 20 بلد، هلا اليوم صرنا ب 26. ابني عمره 4 سنين ونص وهي showed interest ب everything related to biology. Once شفنا الفيديو on social media فرجيته وعمل زوم meeting مع الدكتورز الموجودين، حب كتير الفكرة و I enrolled him و he's enjoying، يعني عم يتعلم وعم بيمضي وقت وعم يعمل أصحاب جديد بطريقة كتير حلوة بدون ما يحس حاله إنه بمدرسة.